تستقبل معنا الانتخابات المبكرة على أنها انقلاب على الديمقراطية وإسقاط للرئيس المنتخب الشرعي، وده الحقيقة كله مفهوم خطأ للانتخابات المبكرة اللي احنا مش هنخترعها وحصلت في العالم مع برلمانات منتخبة ومع رؤساء منتخبين. الانتخابات المبكرة هي الطريق الديمقراطي الصحيح حينما يجد أي سلطة تشريعية وتنفيذية أنها لا تستطيع أن تقوم بواجبها. احنا بننتخب سلطة تشريعية، برلمان أو رئيس، ليه؟ مش عشان يبقى سيادته رئيس أو سيادتهم أعضاء برلمان وبس وخلاص وخلصنا، لا، عشان يأدوا واجباتهم في هذه السلطة. فإذا وجد الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أنه لا يستطيع أن يؤدي واجبه ويقوم بواجباته، سواء لأسباب منه أو لأسباب من المعارضة أو لأسباب من قوة داخلية أو قوة خارجية أو أجهزة بتعمل ضده، أيا كانت الأسباب، فعنده طريق سلمي صحيح، وهو أن يدعو، لو كان رئيسا يدعو لاستفتاء على انتخابات مبكرة، هو اللي يدعو. فإذا الاستفتاء قال نعمل انتخابات مبكرة، يعمل انتخابات مبكرة. إذا الاستفتاء جدد الثقة فيه بيستمر، ويبقى الشعب يدفع ثمن سوء الأداء اللي موجود. ده البديل، لأن البديل لده إيه؟ البديل لده حاجتين، يا إما فوضى إذا استمر الأداء ده، يا إما الانقلاب عسكري. وكلا الطريقين دول مرفوضين ديمقراطيا، خطر على الوطن. فهو ده معنى انتخابات مبكرة، مش رفض. ده الانتخابات المبكرة بتأكد وبتركز حينما تحدث على شرعية الرئيس، لأن الرئيس الغير شرعي لا يطلب منه ان والله اعمل انتخابات استفتاء اصلا، هو غير شرعي. الغير شرعي لا طريق الا الثورة لإسقاطه، وده اللي عملوه المصريين في 25 يناير. مش بس ليكونوا غير شرعي، ليكونوا غير شرعي وفاسد ومنحرف وواجل اخير. فارجو ان يكون مفهوم انتخابات مبكرة واضح، وده ديجول عمله في فرنسا وهو رئيس منتخب وشرعي، والبرلمانات عملته في بعض الدول لما لقت نفسها مش قادرة تأدي واجباتها، او نتيجة الصراع بين الاغلبية او الخلاف بين الاغلبية والمعارضة في حالة جمود في الاداء السياسي، بيلجأوا للانتخابات المبكرة. بمعنى ان احنا بنرجع لصاحب الحق الاصيل اللي احنا وكلاء عنه.